تم الاختيار. Stop. السلام عليكم. اليوم راح أشرح مختصر عن الفويس دريم، شلون أسوي مجلد وشلون أنقل بين المجلدات وشلون أحذف بعض العناصر. زين. الشاشة الرئيسية صفحة فويس دريم. نفتح الفويس دريم. جميع المواد زر. احنا هاي الصفحة المتعودين عليها، هذا اللي يطلع لك شيء. بحث. الأربعون حديث 12 ساعة. بحث. تحرير. زر. أول راح أروح أسوي مجلد. جميع المواد. راح أجي على ملفات. أول بداية اللي طالعة ملفات. أدوس عليها. ملفات. الصفحة الرئيسة. زر الرجوع. أمشي ألقى إضافة، مو أضف. أكو هناك أضيف، أضيف من عندها كتب وأضيف من عندها ملفات. أكو هنا إضافة. ملفات. أضافة. زر. دوس عليها. تم. زر. ما دوس على التم، راح أمشي راح ألقى حق النص. تم الاختيار. جميع قائد ملفاتيا. حذف. زر. القرآن. حق النص. إعادة الترتيب. زر. قابل للتحليل. الأخير. إحنا ما علينا بهذا، نروح للأخير. ملفي. حق النص. مسمي ملفي. زر. ملف. حذف. زر. إعادة الترتيب. ملفي. حق النص. أدوس عليه حتى يتحرر. حق النص. جار التحرير. نمط الكلمة. ملفي. مسح. وامسح هاي كلمة ملفي. لام. ميم. مسحتها، راح اسمي مجلد. كاف. ميم. جيم. لام. دال. واجي للبداية ادوس على كلمة تم اللي كانت في البداية. ملف. تم. زر. تم. دست عليها. تحرير. خلاص. هسه ايش سوينا اخوان؟ اجينا قلنا على ملفي. ملفات، وجينا قلنا اضافة هنا. اضافة. دسنا عليها ورحنا للأخير، لقينا حق النص، مسحنا المكتوب وكتبنا ملف مجلد. هسه لقينا هذا مجلد. الهجرة الإنجليزية الحلقة الثانية. زين. هسه شلون أضيف لهذا المجلد اللي سويته؟ عندي طريقتين بالإضافة. الطريقة الأولى أضيف له قبل مباشرة من المجلد. الهجرات. يعني هسه هنا إذا أجيت ضفت كتاب من الدروب بوكس راح ينضاف قبل بالمجلد، ما ينضاف بالصفحة الرئيسية حتى يتيه علينا. القراءة. يعني أضف. قائمة فارغة. قائمة فارغة. فأرو أجي هنا أنا أضف. أضف. زر. دوس على أضف. تنبيه. دروب بوكس. زر. ودروب بوكس. تحميل علامة الحذف. زين. رجوع. دروب. تم. حقل البحث. ملف القرآن مقسم أجزائي بصوت محمد صديق لتتوفر النتيجة. قيد التقدم. الجزء صفر صفر. رجوع. طبعا قلنا من نفتح مجلد فرعي بهذا مجلد كتب الأصدقاء ننطي رجوع. رجوع. بعد نطلع فردنا وبنطي تمة. الجزء صفر صفر أربعة. رجوع. رجوع. تمة. حق. ملف مجلد كتب الأصدقاء صفر صفر. أية تطهير. أية المباهلة. تاك. 181. كي بي. هنحمل هذه. تنبيه. تحميل الملف. 17. زين. 88. تنبيه. تحميل. مو أفق. زر. دروب بوكس. رجوع. زر. دروب بوكس. تم. زر. أية المباهلة. 19. أضف. زر. بحث. هسه هذا المجلد مالتنا شنو بي بي بس هذا الملف. زين أرجع نقول له بعد، شلون نقول له؟ راح أجي أرجع أدوس على كلمة ملفات. ملفات. دوس عليها. راح يعطيني خيارات عديدة. ملفات. أضافة. تحرير. زر. جميع المواد. أجي على جميع المواد حتى أرجع للنافذة اللي كل مرة ندخلها إحنا نلقى كل الموجات هنا. شوفوا. راح أجي هنا ملفات. جميع التحرير. جميع المواد. دست عليها. راح ألقى هذا اللي ضفته هسه. أية المباهلة. 19 دقيقة. وألقى كل هنا القاهرة. 40. تفسير الأمثل. 170. كل اللي لقيته هنا، أنا دست على جميع المواد، هند رجعت لي يعني رجعت كأنما الواجهة الأساسية مالت البرنامج. زين، راح أجي على تحرير. ملفات. البداية. جميع تحرير. زر. تحرير. دوس عليها. تمام. قلنا هسا إحنا دسنا على جميع المواد ودسنا على تحرير حتى أنقل مجل ملف من أنا من الواجهة الرئيسية للمجلد. طبعًا هو يبقى بالواجهة الرئيسية، ما لكم علاقة به، لأن إحنا مندوس على جميع المواد راح يخبطهن كلهن، بس إحنا عدنا بالملفات عدنا مجلدات. بحث. زين هسا. أية المباهلة. 19. أقول هذه.
الأربعون حديث 12 سنة. نقل هذا تم الاختيار. قال تم الاختيار. وأقدر أختار بعد بشارة الأسلام في تم الاختيار. بشارة الأسلام في علامات المهدي علية السلام. زي. 6 ساعات مسح زر. راح أروح للأخير. أكو عندنا مسح بعدين نشرح يعني حذف نحذفه. وعدنا انقل إلى زر. انقل إلى وعدنا غير مقروء زر. اختيار الكل زر. اختيار الكل. إذا طينا اختيار الكل راح يختار شكو فتشي بالواجهة الرئيسية نقل يعني يحطن كلهم في هذا المجلد. ما هاي ما بيها فائدة لأنه راح أسويه نفس الشيء. ما استفادنا شيء من المجلدات. بس هاي وين تفيدنا؟ تفيدنا إذا عندي محتوى مال مجلد أريد أنقله إلى مجلد ثاني يعني غير مقروء. انقل إلى انقل إلى زر. هسا إحنا إيش سوينا أخوان؟ أجينا على جميع المواد، أجينا على تحرير، اختارينا الملفات اللي نريد ننقلها، وإجينا للأخير. نضغط بأربع أصابع بالأخير، لقينا هنا مسح. مسح. لقينا انقل إلى. هسا راح نقول لنا وين نريد نقلونه. انقل إلى الصفحة. انقل أضافة تحرير ملفاتيا القرآن كتب القرآن الصفحة أدعية الحلقة الإنجليزية مجلد. هذا اللي سويناه المجلد. نقل نقل ملفات زر. هسا شدوس استفتح يعني استوينا فاتح البرنامج تحرير مجلد. راح ادوس على ملفات. ملفات صفحة ملف أضافة تحرير جميع المواد قائمة الأغاني الفيديوهات. نمشي ملفاتيا عنوان. نروح للأخير. تم الاختيار مجلد الإجراءات المتوقعة. نشوف نلقى بهذا هسا. ملفات مجلد بحث أية المباهلة الأربعون حديث بشارة الأسلم في أضف زر. ونقدر نضيف بعد. هسا شنو قلنا؟ قلنا طريقتين عندنا. من هنا نضيف من دروب بوكس، وعندنا ننقل من الصفحة الرئيسية نخلي هنا ملفات. شلون ننقل من الصفحة الرئيسية؟ ندوس عليه ملفات عنوان أضافة تحرير تنبيه شحن البطاقة عش استبعاد زر. روح على جميع المواد. ملف أضافة تحرير جميع المواد. جميع المواد أية المباهلة 19 تحرير. قلنا تحرير زر. تحرير يعني جميع المواد تحرير. ونختار الدور دليل. أذن 2 ساعات 3 تم الاختيار. أذن مسح. وروح للأخير نلقى مسح. نلقى انقل إلى انقل إلى زر. انقل إلى ونختار بالأخير مجلد. هو هذا اللي سويناه. الإجراءات المتوفرة ملفات زر. هسه شلون أروح له؟ هسه خلي أطلع من البرنامج وأرجع كأنما أنا استوني داخل. مبدل التطبيق جاري بوي سكرين. زين أشاشة الرأي. زين هسه بوي سكرين فتحته. هذا نطلع من الملفات. احنا ما علينا. نروح وين؟ ندوس على كلمة ملفات. ملفات اللي بالبداية ملفات. راح نلقى مجلداتنا اللي سوينا. واذا اردنا نضيف قلنا ندوس على كلمة اضافة، ونروح نلقى حق النص مكتوب بملفي نمسحه ونكتب اسم المجلد. نانا مجلد الاجراءات المتوفرة ملفات بحث حق اية المباهلة 19:31 صفر. دني اضفناها نحن. الاربعون راح اشرح شيء انه مثلا هسه الأربعون بشاره الاسم مثلا فيديو 24:08 فيديو الصفحه الرئيسه احنا قلنا له فتح في فويس دريم واجانا، والفيديو ما مسمي اسم واحنا نريد نسميه. مثلا عندنا تسجيل من الاوديو شير، عندنا تسجيل من الاوديو شير نريد نسميها ماتين. شلون نسميه؟ نجي على تنفيذ على محرر. هذه كلمه محرر. الغاء ترجم حفظ العنوان نصب العنوان بليو. هذا العنوان 24 نكتب عليه فتشي مثلا العنوان حق أحرف اللغة نمط تحت اختيار صق 0770 اختيار الكل اختيار الكل مسح تم حذف التحديد نكتب. والآن تفكير علامة الحذف ضاد تم نصب تم إدراج نظرية الفوضى الغاء ترجم تمام. معنى هاي ترجمة شنو؟ ما علاقة بها. هسه شنو صار اسمه؟ زر. ترجم زر حفظ العنوان نظرية الفوضى حق حفظ زر طينا حفظ طينا تم الصفحة الرئيسة حفظ. زر هسه شلون اخوان قلنا هذا الفيديو الأربعون حق وين هو؟ بشارة الأسلم في تم الاختيار نظرية الفوضى 8:47 هذا الفيديو. هذا كان فيديو الصفحة الرئيسة زر. نجي على محرر أي كتاب أي شيء نريد نغير اسمه نجي على كلمة محرر. محرر زر وندوس عليها الغاء ما نروح على ترجم ترجم نروح على العنوان نظرية الفوضى حق
حقل النص. العنوان نكتب. حقل النص جار التحرير تمام. نعطيه تمام ونعطيه حفظ. حفظ زر حفظ. الصفحة الرئيسة زر. وهسه آخر شيء جارد نحذف في الملف هذا. بحث. نحذف في الملف قلنا كتاب يعني. 19 دقائق أحد. الكتاب جارد نحذفه. نزل بصعوبة لجوا. حذف. راح. بحث. حقل البحث. أتمنى يكون الشرح واضح. أنا هذا اللي حبيت أشرحه، إنشاء المجلدات وإدارة الملفات. أي سؤال أنا بخدمتكم. مبدل التطبيق. Voice stream. Audio share. قيد التشغيل. Audio share. Recorder. Cancel. تم الاختيار.